القلب موقفش، القلب لسه بينبض ومستنيكي. هو عمر عمل العملية؟ عملها ونجحت ورجع أحسن من الأول كمان. مبروك يا هدى، ألف مبروك. الحمد لله. مبروك عليك أنت كمان، لأن من النهاردة بقالك في عمر زي بالظبط ويمكن أكتر كمان. ما تقوليش كده، ربنا يخليه ليكم وما يحرمكوش من بعض أبدا. وما يحرمناش منك، ده أنتي السبب في اللي احنا فيه. أنتي رجعتينا روحنا، جمعتينا بعد ما كنا هنفترق، اديتينا أمل في بكرة. الحمد لله الحمد لله. عايزة بقى بعد كل ده يسيبك تعيشي لوحدك؟ كل واحد بياخد نصيبه يا هدى. علشان كده أنا جايالك النهاردة وجايبة معايا نصيبك. نصيبي؟ أيوة نصيبك. أنا جاية أطلب إيدك النهاردة لأشرف جوزي. إيه ده؟ ده الغدا بتاع سعادتك. كل يوم سلطة وتونة سلطة وتونة، أنا زهقت بقى. دي تعليمات الدكتور يا سعدي بيه، وده كله عشان مصلحتك. بس انا شامم ريحه بيتزا. دي اكيد جايه من بره مش من عندنا. طب اقفلي الزفت الشباك، انا مش ناقص عذاب. تحت امر سعادتك. لا لا، الريحه دي لا يمكن تكون جايه من بره، الريحه دي من جوه. ايه اللي انتوا بتعملوه ده يا اساتذه؟ خير يا سعد بيه؟ في ايه؟ انتوا قالبين الشركه مطعم ولا ايه؟ سعادتك دي ساعه الراحه بتاعتنا، وقلنا بدل ما ننزل في اي مطعم قريب جبنا اكلنا هنا وهنوفر وقت للشغل. ما تتفضل معانا يا سعد بيه. سعد بيه له نظام خاص في الاكل، لو سمحتوا خلصوا بسرعه عشان تكملوا شغل. بره. حضرتك قلت ايه يا سعد بيه؟ بقول لكم اطلعوا بره كلكم. خير يا سعد بيه؟ حصل ايه؟ من النهارده مفيش اكل في الشركه، فاهمين؟ مفيش اكل في الشركه برا. ايه ده يا سي مختار؟ ايه اللعب دي كلها؟ هي لعب وبس، ده انا جبت له سرير كمان جاي ورايا في السكه عشان ينام معانا هنا في الاوضه. ينام معانا في الاوضه؟ ده ايه؟ امال فين امه؟ هتاخده 3 ايام وانتي 3 ايام. اه عشان يتعود عليكم انتوا الاثنين، ويوم الاجازه بقى هنقضيه كلنا سوا مع بعض. اظن دي قسمة العدل زي ما ربنا قال. ما ينفعش كده والله، العيل لازم يفضل في حضن امه. قلت لك انت يا امه، انت زيك زي فرحه تمام، والنبي بقى ما تنكفيني، انا ما صدقت رسيت على الحل ده واقنعتها بيه. يعني هي وافقت على كده؟ طبعا، هي تجرؤ ترفض لي طلب. بس انت ما خدتش رأي. يا حبيبتي هو انت كان ليكي رأي تاني؟ بصراحه كده انا شايفه ان حاجته تروح بيت امه عشان ياخد على مكان بعينه. ما انا جبت له نفس الحاجات هناك عند امه. ايه ده؟ يعني انت جبت له سريرين؟ جبت له من كل حاجه 2 عشان لو راح هناك او جه هنا يلاقي الحاجات اللي هناك موجوده هنا. ايوه بس كده كتير قوي يا سي مختار، ده انت ولا اللي هيخلف توأم. وانا ان شاء الله انا هخلف عيل تاني. مش لما يجي الاولاني بالسلامه الاول؟ ان شاء الله هيجي ويتربى في عزنا كمان، ولما يجي التاني يلاقي حاجته موجوده وكامله، وزياده الخير خيرين، والشيره دلوقتي احلى من الشيره بعدين. قولي لي ليه؟ اقول لك انا ليه، لان ابو هرش دلوقتي بكره هيبقى برشين. ايوه يا بنتي. لا لا ما تقلقش، بكره الصبح المبلغ هيكون عندك. المهم بس انت تعمل مطلوب والاجراءات اللازمه. متر لبيب، انا مش هوصيك، انا عايز مصطفى ياخد براءه باي شكل. طيب ماشي ماشي تمام ماشي، مع السلامة. انت دلوقتي مع الف سلامة. تمام تمام. جواب ده جاي لسعادتك يا اشرف بيه. ماشي يا عم احمد. الظاهر انه مش خير خالص يا بابا، يبلغوني ان الحساب فيه 1400 جنيه. معقوله؟
انت مش قايل لي انك لسه معاك فلوس كتير؟ انا بصرف وما بحسبش. ليه كده بس يا اشرف؟ المصاريف كتير وفي كل اتجاه. طب وبعدين هنعمل ايه دلوقتي؟ ده وعمر ما فضلش فيك غير شريط واحد، وانت عارف انه لازم ياخد الجرعه في مواعيدها. هطلب سلفه من الشغل. سلفه ايه؟ وهم هيدوها لك في ساعتها كده على طول؟ وحتى لو حصلت المعجزه وادوك فلوس هيدوك كام يعني؟ هيدوك بكتير تمن علبتين دواء بتوع عمر. بقول لك ايه؟ انا هلم لك الذهب بتاعي، انزل بيعه، اهو الذهب دلوقتي غالي وهيجيب مبلغ كويس. لا لا خلي ذهبك معاكي. انا مش عايزاه. عمر عندي اهم. قلت لك لا يا هدى. انا هتصرف. لا بلاش مختار، ممكن يحس ويعمل لي مشكلة. يا ابني اللي يا أشرف، فلوسك زي ما هي، أنا هاخد الشنطتين من عند أشرف، ده ما سحبش منهم مليم. يعني أنا ممكن أخد اللي محتاجه وأرجعه تاني من غير ما هو يحس، وأبقى أروح لمختار بقى أستلف منه الباقي. ما أخويا ولازم يقف جنبي في شدتي. انسى يا نديم. يا ريتني قادر أنسى يا نعمة، ما كنت زماني هنا دلوقتي. يا اخي انا ما شفتش بجاحه بعد كده، خلاص ما بقاش حلتي حاجه. ما انت قلبتني وخدت اللي ورايا وقدامي، عايز مني ايه تاني؟ نعم مش هينفع الكلام هنا، يلا بينا على الفيلا وهناك بقى نتكلم براحتنا. انا هو فيلا دي اللي نصبت عليا وخدتها مني؟ عيب عيب يا نعمه، ما تقوليش نصبت، انا مهما كان برضو جوزك وفي الاخر احنا الاثنين واحد يا حبيبتي. لا يا حبيبي، طول عمرنا هنفضل اثنين وعمرنا ما هنبقى واحد، انسى. يا نعمه يا نعمه، انا بحبك وباقي عليكي. مش بقول لك بجح نديم، انا لا يمكن ارجع لك ابدا حتى لو كنت اخر راجل في الدنيا. عارف ليه؟ لاني عمري ما هحس بالامان طول ما انا عايشه مع راجل نصاب زيك. ما انا يا حبيبتي لو اضمن اني لو رجعت لك الفلوس دي هتفضلي جنبي، والله كنت رجعتها لك. لا يا حبيبي انا مش عايزك ترجع لي حاجه. عارف ليه؟ لان انا عارفه هاخد فلوسي منك ازاي يا نديم، وهتشوف. لا اله الا الله. يا نعمه يا نعمه، انا لغايه دلوقتي بكلمك بالذوق وبالود، ما تخلينيش اجبرك تيجي لحد عندي بالقانون. ليه يا حبيبي؟ تكونش فاكرني وليا سهله ولا قللت الحيله؟ يعني هتعملي ايه يا نعمه؟ لا ده انا هعمل كتير قوي، جرب كده وانت هتشوف. يا نعمه لاخر مره. ايوه ايوه حنان. ايه 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 مالك؟ في ايه؟ طلق؟ حاسه انك بتولدي؟ طيب طيب طيب، انا جاي لك حالا مسافه السكه. نعمه الكلام بيننا لسه ما خلصش يا حبيبتي. ها لا بالنسبه لنا يا اخويا خلص. يلا اجري على الصنيوره بتاعتك، خليها تجيب لك جحش صغير زيك. جاتك العرف انت وهي. انت ايه اللي جابك هنا تاني بعد اللي عملته يا مختار؟ انا جيت هنا عشان محتاج مساعدتك. ليه العيل البجح ده يا ربي؟ بقى بعد ما ضحكت على اختي وخدت فلوسها عايز مساعدتي؟ وانا مستعد ارجع لكم كل اللي خدته. هترجع 10 مليون جنيه؟ ايوه، بس تقنع نورة انها توافق ترجع لي. الله 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 الله. ايه؟ انت ايه اللي غيرك كده؟ ابدا. كل الحكاية ان انا كنت جعان وشبعت. وانت ان شاء الله بقى لما ترجع الفلوس هتعيش منين؟ يا مختار انا بقيت واحد تاني. انا عندي دلوقتي شركة راس مالها 40 مليون جنيه. 40 مليون جنيه؟ جبتهم منين؟ انت ناسي ان انا معايا ماجستير اقتصاد؟ ودماغي دي تتاقل بالذهب. ده لو 40 مليون يبقى دماغك دي حته الماز، مش تتاقل بالذهب. انا الفلوس ما بقتش تهمني دلوقتي، بقى عندي منها كتير. انا كل اللي يهمني دلوقتي ان ارجع اخد ابني ومراتي في حضني. لا حول ولا قوه
قوه الا بالله. قطعت قلبي يا مختار. افهم انت اخوها الكبير، يعني لو كلمتها ممكن تقتنع. انت مش هترجع لها فلوسها؟ طبعا، وكاش كمان لو وافقت. اذا كان كده ماشي، يعني اعتمد على الله ثم عليك. اطمن يا ابو ياسين، احنا بنعمل عمل خير، ويا بخت من وفق راسين في الحلال. في محضر بره طالب يقابل سعادتك. محضر؟ عايز ايه؟ مش عارفه، بس واضح انه معاه اعلان من المحكمه وعايز سعادتك تستلمه بنفسك. طب خليه يدخل. حاضر يا فندم. استر يا رب. اتفضل. صباح الخير يا استاذ. هيجي منين الخير؟ ما الصباح باين اهو على قدوم الواردين. انا محضر من محكمه شرق القاهره. عرفت يا سيدي. خير. حضرتك الاستاذ سعد عبد الستار ليه؟ ايوه انا. معايا اعلان من المحكمه بدعوه طلاق من السيده رشا شاهين ابو الفتوح زوجة حضرتك. طلاق. اتفضل حضرتك امضي لي هنا بالاستلام. وصلت الوضاعة لغاية كده؟ ماشي يا رشا. رجل رجل نعمينا ست سماح. اسمي المعلمة سماح. ماشي، نعمينا يا معلمة سماح. عايزك تروح المعلم شوقي تجيب منه الفلوس، قول له عشان المعلمة سماح محتاجة مول للطلبية الجديدة، لو حاضر من مبلغ شيء يبعته. طب ما تبعتي صبي من الصبيان، وأنا مش هورجي يا ست. ما هو جايز يبعت فلوس، ما أمنش عليها أي صبي صغير. صح. طب بالإذن يا معلمة سماح. معاك يا منيل. شفت من الحرام عامل المخزن دول قبل تجارة المخدرات، واحنا ولا احنا دريانين؟ طبعا، عشان يخلي مسؤوليته، ولو حصل حاجه سي مختار واخواته هما اللي يلبسوها. طب اعمل ايه يا عم بشندي؟ دبر. تفتكر ابلغ عنه البوليس؟ لو بلغته عنه من غير حاله تلبس ممكن يطلع منها، وممكن كمان انتوا اللي تلبسوها. والعم انا شايف انك تبلغي سي مختار وهو اللي يتصرف. طبعا لازم يعرف، بس لازم تتخلصي من التهمه دي دلوقتي حالا. لا، ده الدليل اللي هيخليه يصدق. لازم يشوف بعينيه، والا هيفضل متغمي وفاكر ان رجب ده واحد من رجالته. خلاص يا بنتي، اللي تشوفيه اعمليه، بس المهم انك ما تخليش البضاعه دي في المخزن، عشان ده محل اكل عيش، ووجودها هنا ممكن يخرب بيوتنا كلنا. ما تقلقش، انا هتصرف في الموضوع ده. خلي بالك يا بنتي، انت طيبه، عشان كده ربنا ساترها معانا، ربنا يخليكي لينا وما يحرمناش منك ابدا. تعيش يا عم بشنت. الف حمد لله على سلامتك يا حبيبتي. الله يسلمك يا نديم. ابني فين؟ اطمني يا حبيبتي، زمانهم جايبينه دلوقتي علشان نشوفه. اطمنت عليه؟ هو الحقيقه انا لسه ما شفتوش، بس بيقولوا لي عليه زي القمر. يعني هيطلع لمين؟ اكيد لمامته. اخس عليك يا نديم. طب انا عايزاه يطلع شبهك. شبه ايه بس يا حنان؟ شيخه حرام عليكي، عايزاه يطلع بالوحاشه دي وما ياخدش حاجه من القمر اللي قدامي ده. يلا يا حبيبي علشان تسلم على مامتك وبابا. سمي يا نديم، سمي عليه حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. جالي الكلام؟ جالي الكلام؟ مش سايب منك حاجه ابدا. ورهولي يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اخس عليك يا نديم، ده شبهك الخلق الناطق، ده استنساخ. بجد يا حنان؟ اهو بص تتصوري شبهي جدا. ربنا يخليك لينا يا حبيبي وتربى في عزك. طيب ايه رايك بقى اسميه كريم؟
علشان يبقى زي شكلا وموضوعا. ولا انت يا ولا؟ لا انت هتعيط من اولها ولا ايه؟ ده انا باباك. بس يا حبيبي ربنا يخليك لينا يا حبيبي، ما يحرمنيش منك ابدا. ياه وحشتيني قوي يا حياه، وحشتيني قوي يا حبيبتي. ايه ده ايه ده؟ الاستاذ بتاعنا نام؟ هاتيه بقى اما دخل اوضته. سيبيه شويه خليه ملفيني. ماشي يا ستي. انت عارفه انا كل ما بشوف عمر وبلمسه واحس نفسه طالع ونازل كان حياه بنتي لسه معايا. ربنا يخليهولك يخليهولنا كلنا. عشان كده انا كنت عايزه اسالك رايك ايه في العرض اللي عرضته عليكي؟ عرض ايه؟ عرض جوازك من اشرف، يعني نتلم كده ونبقى كلنا عيلة. انا بشكرك يا هدى على مشاعرك دي، بس انا مش ممكن اقبل العرض ده. انا عارفة ومقدرة ان الموقف غريب شوية، بس دي اقل حاجة اقدر اقدمها لك بعد كل اللي عملتيه معايا. انا عمر ما كان ليا اخت، بس انا بجد حساكي اختي قوي. ده احنا اكتر من اخوات، انا اتولدت على ايديكي من جديد. وتفتكري بقى بعد ما بقينا اخوات ممكن اقدر او حتى يهون عليا اني اتجوز جوز اختي؟ يا ستي انت زعلانة ليه؟ انا موافقة. بس انا بقى مش موافقة، ولو خايفة عليا من الوحدة فانا بأكد لك ان انا بيكو مش وحيدة. وطول ما عمر قلبه بخير وبيدق فده كفاية عليا، كفاية عليا قوي. مالك يا سعد؟ شايل هموم الدنيا على دماغك ليه يا ابني؟ النهاردة الصبح جالي محضر. ايه؟ محضر؟ ليه كفالة الشر؟ رشا طالبة الطلاق. طالبة الطلاق؟ ليه؟ هي حصلت؟ طلعت انت صح. وانا اللي طلعت غلط. يا ما قلت لك يا ابني، دي ما تناسبكش. ركبت راسك واصرت عليها. كنت متخيل ان ممكن اغيرها. كنت متخيل ان ممكن اشكلها زي ما انا عايز. ليه؟ هي حتة قماش؟ دي بني ادمه يا ابني، من دم ولحم وطباع، وطباعها كده لا يمكن تتغير ابدا. وسلامتها بقى طالبه الطلاق ليه؟ بتقول ان انا هاجر عيش الزوجيه وان ده عامل لها مشاكل نفسيه. خلاص ارجع لها وسد عليها حجتها. ارجع لها بعد اللي هي عملته ده يا امي؟ لا يمكن طبعا. طب اهدى يا حبيبي، اهدى اهدى. والله يا ابني مش عارفه اقول لك ايه. ما كانش بس هي حامل وبطنها طفل، انا كنت قلت لك طلقها. لكن الطفل ده بقى ذنبه ايه في مشاكلكم؟ الطفل ده يبقى ابني انا، ولا يمكن اتنزل عنه مهما حصل. ايوه يا ابني، بس القانون بيديها الحق في حضانته لحد 13 سنه. ولا يوم واحد، ولا هتشوفه لمده يوم واحد حتى. طب اهدى يا حبيبي، اهدى يا سعد، ما تتعصبش كده يا ابني. اعمل ايه يا امي؟ اعمل ايه؟ والله يا ابني ما انا عارفه اقول لك تعمل ايه، لكن العمل عمل ربنا. بقول لك ايه يا حبيبي، روح كده يلا اتوضى وصلي ركعتين لله، ويمكن ربنا سبحانه وتعالى ينور بصيرتك ويرشدك لطريق الصواب والحل. يلا يا حبيبي يلا، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. استغفرك يا رب واتوب اليك، استغفرك يا رب واتوب اليك. انتي هنا يا ماما؟ ده انا بدور عليكي. في ايه يا حبيبتي؟ في موضوع مهم جدا، ولو ملحقناهوش دلوقتي هتبقى مصيبه. في ايه كفاله الشر؟ كلمي يا سماع. ما ينفعش هنا، تعالي تعالي اخش الاوضه معايا. يلا. عارفه في ايه بس يا ربي؟ يا مال المصايب عماله تلف علينا اليومين دول كده، مش عارفه في ايه. بصي شوفي. ايه ده؟ ده مخدرات. يا ستي مخدرات في بيتنا؟ هي حصلت؟ لقيتها في المطبخ. ده ساتر ربنا اني شفتها. بالك يا ماما كوثر، لو الحكومه شمت خبر انها عندنا كانوا عملوا ايه؟ كانت تبقى فضيحه ومصيبه سودة. يا رب استرها يا رب. الا مين يا اختي العامل اللي عامله السودة دي؟ المنايل اللي اسمه رجب. رجب؟ يقطع رجب وسنين رجب، هو لسه مختار متمسك بيه وبيشغله يا بنتي. ما انا جايه لك عشان تقنعيه وتنصحيه يطرده، ده وقت شر، ولو فضل في حجرنا هنتكوي بناره. لا قولي له انت الاول، خليه يشوف المصيبه دي بعينيه، ولو رفض انا هتدخل. يعني ده رايك؟ ايوه يا حبيبتي ده رايي. انا عارفه ابني
صوته من دماغه وعنيد، ولو فضلنا ندا على دماغه من هنا لبعد بكره الصبح مش هيسمع كلام اي حد، لكن لما اشوفها بعينيه يمكن يتحرك ويعمل حاجه. عمرك يا ماما. انا مش عارفه يا حبيبتي من غيرك كنا عملنا ايه. ربنا يسترها معاكي دنيا واخره يا رب. متشكره قوي يا حبيبتي. لا شكر على واجب، ده انا عايشه بيكوا وانا من غيركوا ولا حاجه. يا حبيبتي ربنا يخليك يا رب. اتفضل يا سيدي، ادي شنطه مليون جنيه زي ما وعدتك. وتخليهم 2 مليون يا مختار. 2 مليون ايه؟ واحنا بنفرق؟ يا ابني انا بطني مفتوحه في عمليات وشغل ومصالح كتيره قوي، انت لولا انك اخويا ومزنوق والمصحف ما كنت اطلع جنيه. مش عارف ليه حاسس انك بتقطع من جلدك كده وانت بتديهم لي. هو مليون جنيه ده شويه يعني فكه؟ خلاص ان شاء الله هردهم لك في اقرب وقت. اه امتى بقى؟ على اول السنه الجديده. كويس؟ ماشي، يبقى اكتب الشيك بتاريخ السنه الجديده. شيك ايه يا مختار؟ اللي هتكتبهولي. هو انت مش مأمن لي ولا ايه؟ عيب يا سعد، عيب. ده انت اخويا، اخونك ازاي يعني؟ هو ايه اللي عيب؟ امال الشيك ده معناه ايه؟ الشيك ده لضمان الموت من الحياه، وده شرع ربنا يا سعد. وما تنساش ان انا وانت دلوقتي ما بقيناش لوحدنا، بقى في عيال جايلنا في السكه. انت مستني مولود وانا مستني مولود، ولازم نحافظ على اموالنا علشان عيالنا. خلاص يا عم، انت هتعمل لي فيلم. اتفضل يا سيدي، اتفضل. انت كده تمام التمام. مش عارف يا اخي، تحس كده ان الفلوس دي باين لها حرام ولا ايه؟ ما فيهاش بركه. تاني يا سعد، هنعيده تاني؟ امال انا ايه اللي بيجرى لي ده مختار؟ ده سوء تخطيط منك. ما انا قدامك اهو، اشيتي معدن وفل الفل. يا عم الله اكبر، ما تقرش على نفسك. واما بنعمه ربك فايه؟ فحدث. عرفت ان رشا طالبه الطلاق؟ انت الابلسه، خدتك لحم ورمتك عضم، لعبتها خرصه بنت اللئيمه. بس انا مش هسيبها. هتعمل ايه بقى؟ هقوم اجدع محامي في البلد وهجرجرها في المحاكم. موت يا حمار. وبعدين القوانين اليومين دول مش في صالحك، دي في صالح الست. الست ممكن اليومين دول تخلع نفسها منك يا اخويا. طب اعمل ايه يا مختار؟ ايه رايك اما تولد نخطف العيل ونقول لها انه مات عشان تحل عننا؟ يا عم مات ايه؟ مات ايه؟ فال الله ولا فالك يا مختار. يا عم بعد الشر، بعد الشر طبعا. مات كده وكده يعني؟ لا يا مختار، انا وابني لازم نعيش في النور. رشا هي اللي لازم تعيش في الضلمه. ازاي يعني؟ انا في فكره بنت ابلسه جت في دماغي، وعايز مخمخ لها كده عشان تستوي واعرف اعملها. فكره ايه دي يا معلم؟ هقول لك يا مختار، بس توعدني اللي هقوله لك ده يفضل سر بيني وبينك. سر كبير يا اخويا، قول. 18 مليون ونص؟ ودول بتوع ايه؟ دول باقي نصيبي في الميراث. ليه؟ هو عمي كان عنده مال قارون؟ مال قارون ولا حاجه، الحكايه كلها 100 مليون. 100 مليون؟ هي تجاره الجلود بتكسب قوي كده؟ دول مش من تجاره الجلود. امال من ايه؟ صفقة كده بابا عملها الله يرحمه قبل ما يموت بشهرين. ايوه يعني صفقة ايه دي اللي تكسب الفلوس دي كلها؟ أدوية متهربة. متهربة؟ عشان كده أنا رفضت أخدهم، وخدت بس نصيبي الحلال المليون ونص. اللي خلاص خلصوا ومش باقي منهم حاجة. طب والعمل يا أشرف؟ ابننا بين الحياة والموت، ده خلاص الدواء قرب يخلص. مفيش قدامي غير إن احنا نبيع ذهبك. وحتى لو بعنا الذهب هيجيب لنا كام يعني؟ وهيقضينا قد ايه؟ احنا عندنا مصاريف كتير قوي وايام اكتر. هو ده اللي محيرني ومخليني مش قادر افكر. روح هات الفلوس يا اشرف. بقول لك دي فلوس حرام. ومش حرام ابننا يموت قدام عينينا واحنا معانا الفلوس ومش قادرين نعمل له حاجه؟ بس انا خايف من الفلوس دي قوي يا هدى. ربنا غفور رحيم واحنا مضطرين، وربنا اللي قال كده: ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. ما كنتش اتصور انك هتوافق ان احنا ممكن نمد ايدينا على الفلوس دي. يمكن في ظرف تاني كان رأيي يكون غير كده، بس احنا في لحظة صعبة قوي، والفلوس دي هي جزء كبير قوي من حلها، ولازم نتحرك وبسرعة. ياما ناس كتير قوي عيالهم بيموتوا قدام عينيهم مبيقدروش يعملوا لهم حاجة من فقرهم وقلة حيلتهم، واحنا معانا الفلوس وفي ايدينا الحل. مش معقول بقى ما نساعدش بيه ابننا. انت شايفة كده؟ صدقني مفيش قدامنا غير كده. ده الفلوس دي جات لنا نجدة. اشرف انا كنت خلاص هتجنن من كتر التفكير. مش معقول بقى يجي لنا الحل وما نتمسكش بيه وننفذه. لو عايز تسهلها على نفسك
اتبرع بجزء من الفلوس دي للغلابة، وهو كده تبقى ريحت ضميرك وطهرت فلوسك. يا سهلة كده؟ فكرك ربنا هيقبل؟ وليه لا؟ احنا ابننا مريض ومضطرين، ايه الغلط في كده بقى؟ هاي اشرف قلت ايه؟ مش عارف، سيبيني افكر. فكر براحتك يا اشرف، بس لازم تعرف انك هترسع الحل ده لان مفيش غيره، وانا ما عنديش استعداد اعيش لحظه واحده من غير ابني. وبقول لك اهو، لو عمر جراله اي حاجه انا هنتحر. استني يا هدى، تنتحري ده ايه؟ احنا بنتكلم مع بعض. مفيش وقت للكلام، ابننا لازم ياخد الدواء في ميعاده يا اشرف. اللي هيموت عارف يعني ايه هيموت؟ هيضيع مننا يا اشرف. لازم نتحرك وبسرعه، ارجوك ابوس ايدك. بس بقى كفايه كفايه. خير يا اشرف؟ في ايه؟ جايبنا على ملا وشنا كده ليه؟ عايز اعرف مين فيكم اللي خد من فلوسي. فلوسك؟ احنا هنبص لفلوسك ليه؟ وانا حراميه ولا نصيب ملايين؟ هنبص للمليون ونص اللي حيلتك انت؟ انا ما اقصدش دول يا مختار، انا بتكلم على 18 مليون ونص اللي محطوطين امانه. ايه؟ هما دول جرالهم حاجه؟ اه جرالهم، ناقص منهم شنطتين. 2 مليون جنيه؟ يا نهار اسود، انت متاكد؟ بقول لك الفلوس نقصت، تقول لي متاكد؟ انت عرفت منين يعني ان هم نقصوا؟ رحت وبصيت عليهم. دي تبقى مصيبه لو حد غيرنا عرف مكانهم. يعني مش انت اللي خدتهم يا مختار؟ وانا هاخدهم ليه ان شاء الله؟ ناقص ملايين؟ ما انا قشيتي فل والحمد لله. وانت يا سعد؟ بصراحه اشرف انا اللي خدتهم. انت؟ يعني زنقت في قرشين كده عشان ارجع اقف على رجلي تاني في السوق. ما قلتليش ليه؟ انا قلت انت مش حاططهم في دماغك، قلت هاخدهم وارجعهم من غير ما اعمل لك دوشه. 2 مليون جنيه يا سعد؟ اشرف انا مستعد اكتب لك بيهم شيك دلوقتي عشان تضمن حقك. انت بتخرف بتقول يا سعد؟ ده انت اخويا. عموما مفيش مشكله، انا قلقت بس لما رحت وما لقيتهمش مكانهم، خفت لا يكون حد غيرنا دخل المكان. شايف الاخوات بيعملوا ايه مع بعض؟ مش انت تسلفني مليون جنيه تكتبني بيهم وصل امانه؟ دي الاصول يا سعد، اذا تداينتم فتكاتبوا. وبعدين انت يعني انا هسجنك؟ ما ده ضمان لحق ابني وابنك اللي جايين في السكه. ده انا اخوك. يلا، هو يعني عشان اخويا تاكل حقي؟ ده انت المفروض تحافظ لي عليه. انت بتكتب اخوك وصل امانه يا مختار؟ دي اصول التجاره يا سياده الرائد. وبعدين قول لي بقى، انت ايه اللي وداك هناك؟ مش كنت مستحرم الفلوس دي؟ ها؟ زنقت فرشين عشان لو عمر اضطريت اروح، ولقيت لما لقيتهم ناقصين. يعني انت خلاص يا اشرف نويت تاخد الفلوس؟ مضطر يا سعد، نصيبي اللي فات خلص في عمليه عمر. والحمد لله وعم بالسلامه. فكها بقى فكها بقى يا جدع، ما تكشكشهاش، عيش بقى كده. انت كده ابتديت تفكر صح. انت شايف كده؟ طبعا هي كده يا اخي. امال انا ليه قلبي مقبوض؟ عشان ما انتش واخد على العز والبرطعه في الملايين. بكره اما رجليك تاخد على كده قلبك هيطمن. ربنا يستر. طب اشرف استاذن انا بقى عشان ورايا شغل. خدني معاك. سلام يا جناب المليونير. انت بتتريق؟ بالعكس، ده انا بفكرك بوضعك الجديد عشان تتصرف على اساسه، عشان تبرعش كده وتبقى اخر طعطعه. ده انت اخويا واتمنى لك كل خير، بس كده بقى مفيش حد احسن من حد. سلام. يلا سعد بيه. سلام يا عرش. سلام. لا
حل وكسي الامين يا حل 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 يا حل حل الحرير يا حل وكسي الامين. شوفتي ما شاء الله الله اكبر يا حبيبي. الله ده بيضحك. اسم الله عليه اسم الله عليه. سامح زي مامته. انت اللي سامحه وقلبك ابيض وطيبه جدا يا سامح. ربنا يخليكي يا حبيبتي، اللي في القلب في القلب والله، وربنا يديم المعروف بينا. اخ يا ما نفسي اشوف عيل لنعمه يقول لها يا ماما قبل ما اموت. ده هيجي بقى ازاي من غير جواز؟ انا بصراحه يا حاجه نفسي تتجوز وتبقى في بيت راجل. ان جيتي الحق هي لازم تتجوز. يا ماما عايز تخلصي منها وتزحيها من البيت ولا ايه؟ يا بنت بطلي تفكيرك السيء ده، انا لو بفكر كده كنت جبتها تعيش معايا هنا. يا ماما دي بتضحك معاك. انا قصدي يعني ان نعمه لسه صغيره وممكن تجي لها فرصه تانية مع واحد يكون بيحبها ويقدرها. ده تفكيري في الموضوع كله. انا فاهماك يا حاج، انا بس خايفه للعمر يتقدم بنعمه وتلاقي نفسها وحيده. ده انا بقول يا رب تتجوز وتخلف وبعدين تتطلق. يا ساتر يا رب، ليه بتقولي كده؟ اصل الرجاله ملهاش امان، والواحده مننا ملهاش غير ضناها لما تكبر تسند عليه. انا عندك اهو، لولا نعمه ما كنتش هقدر اعيش. يا اختي دي الخلفه نعمه، واللي يكرهها يعمى. ايه يا ام نعمه ده؟ ده كلام برضو؟ هو انا قلت حاجه غلط؟ انت مش عارفه ان سماح ما بتخلفش. يوه يا اختي خدتني الجلاله في الكلام ونسيت خالص انها قاعده. ربنا يصبرها وينولها الطفل اللي تتمناه. معلش يا سماح، حقك عليا يا حبيبتي، امسحي فيا انا. حقي عليكي ليه بس؟ مفيش حاجه. انت عارفه ام نعمه ست كبيره بتخرف في الكلام. الست ما غلطتش في حاجه، دي خايفه على بنتها وبتفضفض. يا عليك يا سماح، هتجننيني بادبك ده؟ ده مش ادب، ده الطبيعي. عشان انت ست عاقله مش معقده. وهتعقد من ايه بس؟ هو في حاجه تعقد؟ لا يا حبيبتي، مفيش اي حاجه في الدنيا تعقد طول ما ربنا سبحانه وتعالى موجود، وانت ست مؤمنه وعارفه ان ده مقدر ومكتوب. الحمد لله على كل شيء. اوعى تفتكري يا حبيبتي ان ربنا سبحانه وتعالى لما حرمك من الخلفه يبقى ده بينقصك حاجه، بالعكس ده بيميزك يا عبيطه. يعني معقوله؟ معقوله تبقى عدم خلفتي ميزه؟ كلام في سرك ما تقوليش لحد. انا ندمانه ان انا خلفت ولادي دول كلهم. معقوله؟ معقوله تندمي؟ ده انت فنيتي عمرك عشانهم. ايوه فنيت عمري عشانهم، عشان اربيهم، عشان افضل جنبهم واحميهم. لكن يا خساره الدنيا خدتهم مني. عشان كده بقى اللي ما بتخلفش دي اريح لها. ياه يا ماما حد كده شايله جواكي. عشان كده احمد ربنا يا حبيبتي على اللي انت فيه، واللي بيشوف بلاوي الناس بتهون عليه بلاوي. تحكي بقى. فين البضاعة؟ فين البضاعة؟ البضاعة فين؟ يا خرب بيتك يا رجب، يا خرب بيتك يا رجب، يا خرب بيتك يا رجب، البضاعة راحت فين؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ايه ده؟ عشان تعرف ان فيا شيل الليه، واللي ديله نجس بشمه من على بعد كيلو. ديله نجس؟ بتتكلمي عن مين يا سماح؟ الزفت راجل، لقيته مخبي الهباب ده في المخزن. رجب يا ابن حرام، جاب الصنف ده منين؟ ده شيحة مفيش منه ولا سجارة. ايه ده؟ هو ده كل اللي همك؟ لا طبعا، اما واد نجس صحيح بيلعب في الحرام من وراك ومتحامى فيك، ولولا ساتر ربنا كان ممكن يجركوا وراه في داهية. طب ما يمكن يعني يا سموحة البضاعة دي تكون لاستعماله الشخصي. بلاش نظلم الناس يا سماح. يا سلام، كل البضاعة دي لاستعماله الشخصي؟ ولو فرضنا حد يخبيها في المخزن بتاعنا ليه؟ مصطفى لو بيتاجر فيها كان قال لي.
ما هو عارف ان انا الصنف ده بحبه وبشتريه ولو بالغلا. يا سي مختار، ده لو قال للدنيا كلها مش هيقولك انت. اشمعنى؟ عشان لو عرفت هتقلق منه وهتحس انه ممكن يلوثك معاه فتطرده من جنتك، وساعتها هيلود انه يلاقي حد يشغله ويتحمى في ظله. صدقي ممكن ده عيل سيسو يعملها. يا سي مختار، رجب ده خطر عليك. يعني عايزانا اعمل ايه يا سماح؟ تبلغ عنه وتطرده. لا 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 لا، كله الا الشوشره يا سماح. لا لا لا، يفتح بقى سين وجيم، ده احنا تجار وراس مالنا هي سمعتنا. لا كفايه ان نطرده بس. طب والبضاعه دي هتعمل فيها ايه؟ البضاعه دي بقى هصادرها لنفسي، ده احنا في ايام ما يعلم بيها الا ربنا. دي كميه ممكن توديك في دهل. عيب بقى وانا رجب ولا ايه؟ ده انا اخبيها في مطرح الجن الازرق ما يعرفش يوصل لها. انت حر يا اخويا، بس المهم تطرد الجربوع ده وتبعده عننا خالص. اذا كان كده ماشي. يلا قومي اعملي لي كوبايه شاي كده على ملفي لي سجاره من الصنف المعتبر ده. يلا يا حشيشه قلبي. حاضر. يا ابني ليه يا رجب؟ مختار، عملت لي ايه يا اخويا في موضوعي؟ موضوعي ايه يا نعمت؟ يا نهار اسود عليا، انت نسيت؟ نسيت ايه؟ بقول لك ايه، انا مش ناقص جنالك على الصبح. حق اللي هتجيبه لي من نديم. حقك. لسه شويه. لسه شويه لحد امتى يعني؟ ان شاء الله لحد ما اشوف لك طريقه اجيب لك بيها حقك من نديم. لا يا اخويا اطمن، انا عندي الطريقه. طريقه ايه؟ انت عرفت ان نديم خلف ود؟ طبعا عرفت، قال لي ربنا يبارك له. احنا بقى هنختفي له.